انطلاقا من الآية المباركة، الحديث في عنوانين. العنوان الأول في تقويم حقوق الإنسان، العنوان الثاني حقوق الطفل ودور الوالدين. بالنسبة إلى العنوان الأول، موضوع حقوق الإنسان شغل الباحثين لعدة قرون، كتبت فيه الأقلام، تناولته المدارس الفكرية بأنواعها، المدرسة الليبرالية، المدرسة الماركسية، المدرسة الإسلامية. المدرسة الليبرالية ترى بأن محور الحقوق هو الإنسان كما أنتجته الطبيعة. كانت هذا الفيلسوف الإنجليزي يقول أن الإنسان غاية وليس وسيلة، بمعنى جميع الحقوق جميع القوانين لابد أن تصب في مصلحة هذا الإنسان. ويقول أن الطبيعة أعطت الإنسان أهم حقين، اثنين من الحقوق، حق الحرية وحق التملك. الحرية بأنواعها، الحرية الفكرية، الحرية السلوكية، الحرية الاقتصادية. يعني الإنسان حسب المدرسة الليبرالية حر فيما يعتقد، الإنسان حر فيما يفعل. هذه المدرسة تقول أن الغريزة الموجودة في الإنسان حب التملك، هذه اللي أعطتها الطبيعة إلى الإنسان، فله أن يشبع هذه الغريزة بأي طريقة، يجمع مال من حلال من حرام من ربا، له ذلك. المدرسة الماركسية لما إجت إلى المدرسة الليبرالية ونظرتها إلى الحقوق وجدت مجموعة من الثغرات. الأمر الأول، في محور الحقوق، المدرسة الماركسية ترى بأن محور الحقوق هو الإنسان. في شيء ما أدري إيش عندكم، المكيفات شغلوها شغلوها، بعد راح محرم خلاص، إيش باقي بعد؟ صلوا على محمد وآل محمد. فالمدرسة الماركسية وجدت مجموعة من الثغرات اللي من خلال رؤيتها للمدرسة الليبرالية. الأمر الأول في محور الحقوق، المدرسة الماركسية ترى بأن محور الحقوق هو الإنسان الاجتماعي وليس الإنسان الفردي. هذه المدرسة تقول أن الإنسان كما أنتجته الطبيعة ما يختلف عن الحيوان، أجلكم الله. الحيوان حرية عنده، يصطاد ما يشاء، يأكل ما يشاء. المدرسة الماركسية ترى بأن الإنسان بنى الحضارة وبنى المجتمع من خلال صراع مع الطبيعة أساسا، صراع مع بني جنسه. فمحور الحقوق في المدرسة الماركسية المجتمع. في موضوع الحرية، الليبراليون يقولون أن الإنسان له الحق في أن يفعل ما يشاء دون أن يضر بالآخرين، أهم شيء ما يضر بالآخرين، له أن يفعل ما يشاء. المدرسة الماركسية تقول لا، إحنا نظرتنا إلى المجتمع ككل مو إلى الأفراد، لو تصرف كل فرد بهواه ينهار المجتمع. في موضوع التملك، اليوم الليبراليون يدعون إلى الديمقراطية من هذا الباب، أن التملك حق مقدس، لا تتدخل في التملك. ولذلك أنت شايف التضخم اللي صاير بالأسواق، سوق الأسهم، التضخم في كل مكان، يقول لك خلى بكيفه. المدرسة الماركسية تقول بأن هذا الشعار ما يخدم كل المجتمع، يخدم فئة قليلة من الناس اللي عندهم أموال، اللي مسيطرين على الثروات، أما السواد الأعظم من المجتمع هذا ما يخدمه. فهذه المدرسة الماركسية، سامحوني اليوم أنا قاعد أسرع بالحديث، أنا عاطيني فرض ونص أخلص اليوم،
الله يعودكم إن شاء الله على هذه الأيام. الله يعودكم. إيه أعطيني ونص أخلص على أي اتحاد أنا راح ألتزم. الله يعودكم إن شاء الله. المدرسة الإسلامية، المدرسة الإسلامية كيف تنظر إلى الحقوق؟ المدرسة الإسلامية تنظر إلى الحقوق من خلال أصول أربعة. الأصل الأول المرجعية. المرجعية بالنسبة إلى المدرسة الليبرالية شنو؟ الطبيعة. المرجعية بالنسبة إلى المدرسة الماركسية شنو؟ المجتمع. بالنسبة إلى الإسلام شنو المرجعية؟ المرجعية أنت وما تملك. من الذي أشعل فتلة فتيل الوجود، بذرة الوجود، شعلة الوجود؟ هو الله عز وجل. فأنت بكيانك، بما تملك، بنفسك، بأموالك لله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجعية لله. نفسك مو ملكك، أموالك مو ملكك، أنت مجرد وكيل من قبل الله عز وجل. أنت وكيل من قبل الله عز وجل. فهذا الأصل الأول. الأصل الثاني العنوان الذي نعنون به حقوق الإنسان. إحنا شنو؟ أنت متى تستحق الحقوق؟ متى تكرم بالحقوق؟ ما دمت إنسانا. إذا طلعت من إطار الإنسانية ما إلك تكريم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت مكرم ما دمت إنسان. إذا طلعت من إطار الإنسانية وصرت تلهف وصرت تاكل وصرت، أنت طلعت من إطار الإنسانية أساسي. والقرآن الكريم يعبر عن هؤلاء شنو يقول؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. خلاص طلع من إطار الإنسانية. فلا تتكلم عن حقوق، أنت مكرم ما دمت إنسانا وتحفظها الإنسانية. وإلا إذا مثل ما مرت على البشرية من هالطواغيت هالسفاحين، هذول طلعوا من إطار الإنسانية. فهذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الفرق بين الحقوق والضرورات والانبغاءات. كل واحد إليه معنى. أنت الآن روحك حياتك حق تعتبره، علماءنا يقولوا هذا مو حق، لأن الحق أنت ممكن أن تتنازل عنه. الحياة ضرورة، الله عز وجل أعطى الحياة ولا يقبل بأن تنزع هذه الحياة من أي مخلوق، من أي إنسان، من غير وجه حق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من أحياها كمن أحيا الناس جميعا. فالحياة ضرورة. إنزين نفقة المرأة هذا حق، لأنه يمكن تتنازل عنها، تقدر تتنازل عن النفقة. الانبغاءات شنو؟ الله عز وجل بالقرآن الكريم يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم يعني أنت ينبغي على المؤمن. ليش هي انبغاءات؟ ينبغي على المؤمن أن يتزين للمسجد، يلبس لباس جميل، يتعطر. ينبغي عليه أن يكون على هالهيئة. هذا مو حق، مو ضرورة، هذا انبغاء. الأصل الرابع، العلاقة بين الحقوق والأخلاق. المدرسة الليبرالية تقول كل إنسان إليه حق، لا تكلمه، لو شفته يمشي عاري في الطريق هذا حقه، ما له علاقة بالأخلاق. لو فتح ونادي إلى العراة هذا حق. لو تزوج الرجل بالرجل المدرسة الليبرالية تقول هذا من حقه. المرأة بالمرأة تتزوج هذا حق، لا تدخل بالأخلاق. واليوم قاموا يدغدغون المشاعر ويدخلون إلينا من خلال شبابنا. تقبلوا هذه الفئة، ترى الله خالقهم بهذه الصورة، هذه طبيعتهم، هذا مو مرض. احنا شو نقول؟ احنا الفطرة السليمة، فطرتك السليمة، فطرة الإنسان السليمة تقبل تشوف واحد مفسخ بالطريق؟ لا ما تقبلها.
الفطرة السليمة تقبل أن يتزوج الرجل بالرجل، إيش قد تستقذرها؟ أو تتزوج المرأة بالمرأة، إيش قد تستقبحها؟ الفطرة السليمة. ولذلك لا يمكن أن تنعزل تنفصل الأخلاق عن الحقوق، الأخلاق مرتبطة بالحقوق، مو مثل ما تذهب المدرسة الليبرالية. فهذه نظرة الإسلام إلى موضوع الحقوق. نجي إلى العنوان الثاني، حقوق الطفل. منظمة اليونيسف هي التابعة إلى الأمم المتحدة والتي تعنى بحقوق الإنسان. لما أنت تتابع البنود اللي وضعتها المنظمة وتستعرض ما قاله الإسلام، وهذا كتبها قبل قرون، هذه حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان متى نشطت؟ فلما أنت تقارن منظمة اليونيسف مع ما كتبه الإسلام من حقوق الطفل، تشوف أن الإسلام قطع أشواطا طويلة، لأن الإسلام يغطي منظومة الطفل قبل أن يأتي إلى الدنيا، وإذا كان نطفة كان جنين، وإذا ولد وإذا دب على الأرض، غطاها الإسلام من كل النواحي. ولذلك أكو عندنا حقوق يسمونها علماءنا حقوق إعدادية. شلون أنت تعد إلى جيلك؟ الحقوق الإعدادية مثلا حق الاغتراب. أكو حديث إلى النبي صلى الله عليه وآله، اغتربوا ولا تضووا، يعني شايف زواج الأقارب، أكو إحنا يعني من المجتمعات المعروفة اللي عندنا أمراض وراثية، إحنا على القطيف هاي الدول الصغيرة، أكو زواج بين الأقارب، أكو أمراض اللي هي يسموها أمراض تداخل الأنساب والقبائل والعروق، أكو أمراض. ورؤية الإسلام لها شنو؟ أقول لك النبي يقول اغتربوا ولا تضووا. علماءنا اليوم بعضهم يقول هذا حق انبغائي، يعني ينبغي على الرجل أن يبحث عن امرأة شوية بعيدة عن عائلته. بعضهم يقول هذا حق إلزامي من باب لا ضرر ولا ضرار، هذا الطفل ويش ذنبه يولد مريض؟ واليوم أظن ما يعطونك الخط الضوء الأخضر اللي يختمون إليك، يفحصون كل شيء بعد. فهذا حق الاغتراب. بعد عندنا شنو من حقوق الإعدادية؟ حسن الاختيار، اختاروا لنطفكم إن العرق دساس. هذه هل لم علقينها؟ الزواج قسمة ونصيب، هذا ما إليه دخل بالإسلام، ولا والإسلام بريء منه أساسا. النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. مو هذه عند النساء أكثر موجودة، تقول صديقتي ولدها انحرجتني، بعد أعطيتها بنتي، إنزين سألتين عن صلاته، سألتين عن أخلاقه، سألتين عن إيمانه، البنت أمانة، حتى الولد بعد مثل ما الولد يريد يتزوج بنت، إياكم وخضراء الدمن. ترى الإسلام وضع خطوط عريضة إلينا، يقول لك أنت من حقك تختار الزوجة، من حقك أنت، أنا وضعت إليك خطوط عريضة، إذا تجاوزت الخطوط ومشيت بكيفك وقعت بالمحظور، أنت هذا ما جنيته على نفسك. لأن احنا ما ننظر إلى اليوم، ننظر إلى جيل، ننظر إلى أولاد، ننظر إلى تربية، ننظر إلى قيم، ننظر إلى مبادئ. لذلك الإسلام ينظر هالنظرة البعيدة. أكو واحد من أصدقائنا يقول إجا واحد يسأل عن واحد متقدم إلى بنت من عندهم، سأل سؤال عجيب أول مرة أسمعه. إحنا متعودين يصلي فلان، يشوفونه بالمسجد، يشوفونه في المأتم، شلون أخلاقه، هذه الأسئلة المعتادة، صح لو لا؟ يقول جا سألني فلان كريم لو بخيل. قلت له وش دراني، لا عاز مني على عشاء وشفته أنا، هذا يحتاج إلى واحد قريب منه كلش، لازم تبحث عن واحد قريب إلى، لازم تسأل. أنت عاطلنا بنتك، عاطلنا أعز ما تملك، مو عاطنها وياي مرمرها يجيبها عظم على جلد، ما يصير بعد. لا يكرم المرأة إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. فلازم يبحث الإنسان عن هالأمور كلها. بعد من الحقوق الإعدادية الشرعية، اليوم المنظمات الدولية وغيرها
يقول لك احنا ننظر الى الولد اذا جاء للدنيا، نقول لكم حقوقه، من وين اجى، عنده ابو ما عنده ابو، هذا شيء ثاني. احنا نقول لا، الشرعيه حق من حقوق الطفل، لان اذا جاء الطفل الى الدنيا ناقص من اب او ناقص من ام، هذا يعيش النقص، يعيش النقص العاطفي، يحتاج الى ام تحنو عليه، يحتاج الى اب يضلله. اذا عاش ناقص والمجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد، وش بيصير بالمجتمع؟ فهذه الحقوق الإعدادية. عندنا بعد شنو؟ عندنا الحقوق الجنينية، الجنين في بطن أمه. أكو رواية معتبرة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، دخل عليه رجل قال يا ابن رسول الله إن المرأة تريد أن تسقط جنينها، تريد تشرب الدواء وتسقط طفلها من بطنها، أيجوز لها ذلك؟ قال الإمام لا، ما يجوز. فقال السائل إنما هو نطفة. قال أول ما يكون نطفة. خب الإنسان أول ما تستقر النطفة في رحم المرأة خلاص لا يجوز لها أن تسقط خب المنظمات الدولية والأمم المتحدة هذا موجود عندهم، للمرأة أن تسقط الجنين إذا أرادت ذلك في مرحلة من المراحل، اتفقت ويا زوجها، اتفقت ويا ما أدري شو يسمونه بعد، بكيفها يعني، بكيفها. أما الإسلام يحرم إسقاط الجنين إذا لم يكن يشكل خطرا على حياة أمه. أكو في استثناءات معروفة، ما يشكل خطورة على حياة أمه ما يسقط الجنين، وإذا أسقط تدفع الدية. الدية كم؟ النطفة 40 دينار، العلقة 80 دينار، ولا تطالعون فيك أن دينار بحريني، دينار ذهب، ترى دينار ذهب، هذه الدية، فلا يجوز إسقاطها. فعدنا بعد حقوق ما بعد الولادة، الحقوق المعروفة، اختيار إلى اسم جميل. احنا يا محلى أسامينا، أسامي أولادنا، نسمي عباس، نسمي حسن، محمد، علي، حسين، أسامي جميلة. وعلى أي حال أن يختار له اسم ما يسبب إلى إهانة، يسبب إلى إحراج في المجتمع، ما تسالم عليه المجتمع. لأن صدقني أكو بعضهم مساكين يختار له اسم غلق، يختار إلى ولده. والأولاد في الابتدائية والإعدادية لا توصي حريص بعال، إذا حصلوا لهم واحد اسمه مثل هالاسم يخلون عل يكره روحه ويكره نفسه، يكره حياته. اختار له اسم جميل. البعض يحاول يطلع عن المألوف، ماكو مشكلة، خب ماكو مشكلة يطلع عن المألوف. بعضهم لا، بعد يتجاوز المألوف أكثر من المألوف، يصير بعد تقول له أنت أبو منه، يقول أنا أبو فلانة، تروح القاموس يا الله تطلع معنى الاسم، من وين طايح عليه ما تدري. أهل البيت شي يقولون؟ يقولون إنا لنكني أبناءنا لألا يلحقهم النبز. مو بس نعطيه اسم جميل، كنية جميلة، يقولون لألا يلحقهم النبز. شنو النبز؟ هذا اللي تشوفونه في بيوتنا، اسمها زينب، قال أنا أدللها أحور الاسم، اسمها فاطمة أحور الاسم، سامعينهم فطامي وفطوم وما ادري شلون، خليها فاطمه، خلها تعيش مع اسم فاطمه. ومو بس نقول له انت اسمك عباس، عاد نقعد ويا الولد شويه، نقول له يا ولدي انا سميتك عباس، تعرف هذا العباس من؟ اقعد وياه واعط صفات العباس، سميته صادق، وما يصير بعد يعيش على الكذب، خلي يكون صادق، خلي يكون مبادئ الإمام، تعلمه رؤوس أقلام، خلي يعيش، قل لي احفظ هذا الاسم واحفظ صفاته. اختيار الاسم من الحقوق، الرضاعة من الحقوق، النفقة من الحقوق، هذه كلها حقوق إلى الطفل. والإسلام مثل ما أشرنا قطع أشواطا طويلة في هذا الجانب، رعى الحقوق، حقوق الطفولة، هذه الحقوق التي لم ترعى في كربلاء. شلون كربلاء نموذج بشع لبني أمية؟ تعرف أن المؤسسات العسكرية إذا أكو طفل في المعركة هذا ما يمس، ما إليه دخل هذا. تعرف أن عندنا روايات موجودة اليوم، روح اقرأ الروايات، أن زينب ليلة 11 من محرم
انشغلت في دفن مجموعة من الأطفال اللي سحقتهم الخيول وأحرقتهم النيران. موجود رواية تعرف أن عمر بن سعد لعنة الله عليه أراد أن يحرق بنات الرسالة ويا أولاد بني هاشم كلهم. يقول أدخلوهن في خيمة وأضرموا النار، ارتد عليه الجيش شبث وغيره، أتريد أن تنزل علينا نار من السماء؟ قال إذا كل ولا بد أخرج النساء وأحرق المخيم. يعني يريد يحرق المخيم، يريد يحرق المخيم لعنة الله عليه. وبعد الطفولة تتجسد في صاحب هذا اليوم، هل اليوم العظيم، القاسم بن الإمام الحسن اللي كان شمايل الحسن في جمال الحسن مشية الحسن، يجسد الإمام الحسن للإمام الحسين. إمامكم ظل وحيد، تفانت أنصاره، قام يصيح بين المخيم: ألا من ناصر ينصرني؟ ألا من داب يدب عنا أهل البيت؟ شوية وإذا هذا الولد، الولد القاسم يطلع من الخيمة حامل سيفه بإيده، ينادي إلى عم الحسين، يأشر على عمه يقول له: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. الحسين شاف القاسم طالع من الخيمة، تخيل كأن الحسن جاي إليه، فتح باعه إلى ولد أخوه وشبك عليه: وأخاه وحسنا. إيه ترى اليوم المعز، شايف الزوار أنت اليوم كلهم في كربلاء، مزلزلين كربلاء، وزفات وشموع يطوفون بكربلاء. اليوم اليوم ثامن، اليوم اليوم ثامن. أقول لهم أنتوا يا زوار مضيعين الطريق اليوم، ترى المعزة تعرفون في وين؟ المعزة بالبقيع، ما تخلون حتى شمعة على قبره، ما تمر عليه زفة. اي والله يا ابو محمد، انت حتى شاهد ما على قبرك، حتى شاهد ما في على قبرك. هلا عليك يا ابو محمد، اهن عليك. خلينا نبدأ المجلس بونا على الامام الحسن، والله يستاهل ابو محمد. اليوم اليوم الزوار مزلزلين كربلة، وشايف انت رايح كربلة، المضايف اول ما تمر على المضيف ينادونك: يا هلا بالزاير، الحضيض اللي تدخل عنده، الحضيض اللي يستقبلونه، يقولون لك: انا ممنون، تعال انا ممنون، يستقبلونك بالاحضان. الحسين يطالعهم هذا اليوم البارحة بلسان الحال، ويطالع البقيع: خالي